الاعتصام في المنطقة الفلانية وإن لم يعطل المصالح العامة ممنوع قانوناً أو بقرار. تسيير مسيرة سلمية في العاصمة ممنوع. كلام السياسة في بعض المساجد ممنوع. الاجتماع للصلاة في أوقات مختارة ممنوع. تشييع شهيد في المنطقة الفلانية ممنوع. دفن شهيد لكم لا بد أن يكون في المكان الفلاني، وغيره ممنوع. وهكذا يمتد المنع ويتوسع حتى يغطي جل مساحة الحياة، ويسد المنافذ، ويسلب الهامش الضئيل من الحرية، ويضيق الأنفاس، ويشتد الضغط من غير حساب لكون الصبر، ويشتد الضغط من غير حساب. صارت إدانة العنف شعارا حكوميا كثر تزيده من الحكومة ومن أتباعها في مطالبة مستمرة للمؤسسات السياسية المعارضة وللشعب تكرار هذا الشعار والحماس له والمداومة عليه. والمعني بالتحديد هو إدانة هذه الجمعيات وكل رموز المعارضة والشعب للعنف الذي تنسبه السلطة للجمعيات والرموز والشعب. أدينوا أنفسكم، أثبتوا الجريمة على أنفسكم، عاقبوا أنفسكم، اشهدوا على أنفسكم. وكأن المطلوب من الشعب أن يكون جيشا بين أبنائه لمواجهة حراكه الشعبي في مسيراته ومظاهراته واعتصاماته. بقي أن نقتتل، بقي أن نحترب، بقي أن نتواجه مواجهة دموية باسم إدانة العنف. الشرط المتبنى داخل الحوار والإرهاب الممارس المشار والإرهاب المشار إليه والممارس في الخارج يتناصران من أجل هدم الحوار ونسف الحوار وتقويض الحوار. وفي ضوء هذه القضايا الواضحة، أي حوار يكون كلا طرفيه أو أحدهما لا يمتلك تفويضا صريحا ممن ينسب نفسه إليه من النظام أو الشعب فهو ليس حوارا بين الطرفين الأصليين. وأن نتائج الحوار في حكم العقد الفضولي، ولا يمكن أن يمضي في العدل والقانون إلا بإمضاء الطرف الأصيل الذي لم يمثل في العقد بإرادته الصريحة. إن الاستفتاء على نتائج الحوار من أجل إلزام الشعب والتزامه بها، وفي لغة الشرع والقانون والعقلاء ولغة الواقع ولمن أراد هدوء الأوضاع وانتهاء الاحتجاجات بكل مظاهرها وفعالياتها أمر لا بد منه، حتى يلتزم الشعب وتلزم الشعب بنتائج الحوار خذ رأيه، وإلا فكيف يلتزم وتلزمه بنتائج لم يؤخذ رأيه فيها ولم يوافق عليه؟ وبدونه لا يخرج الشعب من صورة القهر. بدون هذا الاستفتاء لا يخرج الشعب من صورة القهر. أن اتفق طرفان أيا كان الطرفان. وفي ضوء هذا كله لا يتصور في جانب المعارضة أن تستهدف عرقلة الحوار ووضع العصا في عجلته والعمل على تبطئة سيره فضلا عن إفشاله. استهداف المعارضة الداخلة في الحوار لشيء من هذا يمثل سيرا في الاتجاه المعاكس تماما لمرادها، فلا يمكن أن ترتكب وهي العاقلة الحكيمة هذه الحماقة. فإذا كان هناك من يعمل على عرقلة الحوار وتعطيله وتبطئته وإفشاله فلا بد أن يكون في غير طرف المعارضة، والشاهد العملي في الساحة الخارجية من محاولات قتل عمدي عن طريق الرصاص الحي والتضحية الجسدية والتصفية الجسدية بالسيارات خير شاهد ودليل حي على ذلك. مستجد إنساني رائع.
أو مستجد إنساني روعة. ما هو هذا المستجد؟ ما هو هذا المستجد الذي امتزت به ساحة هذا الوطن؟ ذلك هو سجن الأموات المقتولين عمدا ظلما، ليجتمع في حقهم ظلم القتل عمدا وظلم المنع من الدفن. عرفت الدنيا وتميز هذا البلد من بين من تميز من بلدان من بين ما تميز من بلدان الدنيا في سجن الأحياء، وبدأ بلدنا مرحلة جديدة متطورة في مجال السجن بأن دخلنا مرحلة السجن للشهداء الأحرار على حد السجن للأحياء الأحرار. هيهات منة الله، هيهات منة الله، هيهات منة الله، هيهات منة الله، هيهات منة الله. نحن بلد له أن يفتخر بمسابقته البلدان الأخرى في أكبر عدد من السجناء الأحياء من مختلف الأعمار. لنا هذا الفخر، لنا هذا الشرف. وسجن النساء لنا هذا الفخر، لنا هذا الشرف. وسجن الشهداء إلى جانب مفاخر كثر من هذا النوع وأبشع، وهي مفاخر يتبرأ منها الشعب، وهي مفاخر يتبرأ منها الشعب. رحمك الله محمود بن عيسى، محمود بن عيسى، محمود بن عيسى، كل صح. أيها الشهيد السعيد برحمة الله، مضيت على طريق الإيمان والعزة والكرامة واحدا من سلسلة طويلة من شهداء هذا الوطن الممتحن. دم غال ودم رخيص وكلمة مكلفة. دم غال ودم رخيص وكلمة مكلفة. في البحرين وعند السلطة بالتحديد، دم غال هو دم جندي أو شرطي، ونحن نوافق السلطة في ذلك ونشترك معها في الرأي. ودم رخيص هو دم أي مواطن معارض، ولا يشاركها في هذا الرأي دين ولا عدل ولا ضمير ولا عرف ولا قانون ولا ميثاق. وهناك كلمة باهظة الثمن في ميزان السياسة المحلية، هي كلمة تطالب بحقوق الشعب. لغلاء الدم الأول تصدر أحكام بالإعدام وأحكام بالسجن المؤبد. أهم خلفية لها اعترافات مأخوذة تحت التعذيب. ولرخص الدم الثاني تتوالى أحكام البراءة للقتل عمدا، للقتل عمدا وللقاتل تحت التعذيب إذا كان المقتول واحدا من صفوف المعارضة، شارك في مسيرة احتجاجية أم لم يشارك، وكان القاتل مرضياً عند السياسة.